بسم الله الرحمن الرحيم نكمل يونت 1 الوحدة الأولى للصف السادس الابتدائي lesson 3 الدرس الثالث reading reading يعني القراءة what do you like about your neighborhood neighborhood اللي هو الحي neighborhood وائل is in New York في مدينة نيويورك for a year لمدة عام with his family مع أسرته read his email what's wael's favorite place in new york ايه المكان المفضل لوائل في نيويورك هنا ده ايميل تو يعني الى يعني الايميل رايح لمين بكتب العنوان بتاع اللي رايح له الايميل فروم يعني من بكتب العنوان بتاع الايميل اللي كاتب الايميل اللي كاتب الايميل ده العنوان بتاعه بعد كده سبجكت سبجكت يعني الموضوع الموضوع الايميل عن ايه فقال لايف الحياه ان نيويورك الحياه في مدينه نيويورك نقرا الايميل مع بعض هاي سامر هاو ار يو يبقى اول حاجه بقى قول التحية للي أنا باعت له الإيميل هاي سامر هاو ار يو كيف حالك دي جملة افتتاحية أي ام ويل أي ام ويل يعني أنا بخير أند نيويورك إز جريت نيويورك دي رائعة جريت أور أبارتمنت أور أبارتمنت يعني الشقة السكنية بتاعتنا إز أون ذا سكستينث فلور في الطابق السادس عشر فلور يعني الطابق طبعا فلور بتيجي برضو معناها ارضيه وهنا معناها فلور هنا معناها طابق يعني الطابق السادس عشر سو so لذلك وي هاف ا جريت فيو فيو يعني منظر اوف ذا سيتي من المدينه نيويورك هاز ا لوت اوف جرين سبيسز سبيسز يعني مساحات فيها كتير جدا مساحات خضراء جرين سبيسز مساحات خضراء there are also أيضا projects مشروعات to create new parks بيعملوا مشاريع عشان يعملوا new parks حدائق جديدة and green spaces ومساحات خضراء in parts of the city في أجزاء من المدينة that no one uses now uh, like the famous high line. هاي لاين في مكان مفيش حد بيستخدمه دلوقتي كان خاص بالسكة الحديد هاي لاين خط سكة حديد دو يو نو اباوت ات تعرف حاجة عنه قالوا ييرز اجو منذ سنوات ذا هاي لاين ووز ا railway واي لاين line لاين خط سكة حديد بات ان ذا 19th trains, سنه في الثمانينات ترينز القطارات ستوبد توقفت يوزنج ات يعني ما عادش فيه قطره بتعدي من المكان دوت سم لوكال ريزيدنت ريزيدنت يعني سكان لوكال محليين اللي الناس اصحاب المكان يعني زن ثم ديسايدد قرروا يعني أهل المكان هناك decided قرروا to make the old railway يحولوا بقى the old railway خط السكة الحديد القديم ده into a big long park لحديقة طويلة وكبيرة that everyone could use كل واحد ممكن يستخدم الحديقة دي now it's a green space مكان أخضر مساحة خضراء with more than 500 species species يعني فصائل plants plants يعني نباتات يعني في أكثر من 500 نوع من البلانتس من النباتات and trees وأشجار in it it is 2.5 كيلومترز لونج طولها 2 كيلو ونص and when you walk through it وانت ماشي you can see ممكن تشوف ايه art works اعمال فنية art works watch a theater theater لو مسرح performance performance يعني اداء او عرض مسرح eat delicious food ممكن تاكل طعام go running او تجري or just hang hang out with your friends او تتمشى مع اصدقائك hang out معناها تتمشى with your friends مع اصدقائك i think it's my favorite place in new york يبقى عرفنا كده افضل مكان لوائل في نيويورك افضل مكان لي اللي هو ايه ذا هاي لاين اهي هاي هاي لاين المكان ده يعتبر بقى اتحول لحديقه ماشي وده بالنسبه له بقى افضل مكان افضل مكان في نيويورك ات باسز ثرو يعني بيمر من خلال اور نيبرهود نيبرهود قلنا الحي بيمر من خلال الحي so I often go there with my parents بروح مع والدي here is one of my photos هنا موجود صور لي uh, of it how are things in Alexandria كيف الأحوال in Alexandria في اسكندرية I miss home I miss home home هنا معناها وطن يعني بيقول أنا وحشني وطني وحشتني بلدي I miss home New York is very noisy مدينة نيويورك دي very noisy noisy يعني مليئة بالضوضاء so, أصوات عالية all the time طول الوقت Alexandria is much quieter at night أكثر هدوءا at night بالليل There are, you get, lots of different restaurants يعني في مطاعم مختلفة هناك uh, here in New York and the food doesn't taste doesn't taste يعني مش زي الطعم بتاع ايه like the food at home مش زي طعم الاكل او الطعام بتاع بلدي I think the food tastes more delicious in Egypt الطعام في مصر اكتر delicious اكثر لذيذ لزيز أكتر. i miss our food انا وحشني الايه الطعام بتاعنا so much write soon and tell me all your news اكتب لي وقول لي اخبارك وائل اللي بعت الايميل مين وائل match the words in bold to the definitions بالتعريف في كلمات عندي بالخط الغامق والديفينيشنز التعريف بتاعها هنا بيقول لي سبين تايم سبيند تايم يعني قضاء وقت ويز ريلاكس تو جيزر ويز ريلاكس مع الاسترخاء معا تو دي اسمها ايه هانج اوت اسمها ايه هانج اوت تو بيبل بيبل هو ليف ان نيبرهود بيبل هو ليف Uh, in a neighborhood، neighborhood يعني حي، people لناس، ناس بتعيش في الحي، ده بيسموهم ايه؟ ها uh, local resident. 3 goes from one place to another، انك انت uh, تتنقل من مكان إلى آخر، one place to another، من مكان إلى آخر، ده بسميه ايه؟ 4 feel sad. feel sad تشعر بالحزن that you can't have حاجة ما تقدرش تبقى معاك or see something أو مش عارف مش مش هتقدر تشوفها see something دي اسمه, آه, معنى بتاعها ايه بقى miss miss معناها يفتقد miss for five a road road يعني طريق road for trains طريق للقطارات اللي هو بسميه ايه؟ ريلوي لاين ريلوي لاين خط سكة حديد ريلوي لاين ريلوي لاين اكسرسايز نمبر فايف ريد ذا ايميل هتقرا الايميل اجين مرة تانية رايت ترو اور فولس لو الجملة ترو صح هكتب تي الجملة فولس خطأ هكتب اف كوركت ذا فولس سنتنس هنصحح الكلمات الجمل الخطأ in your notebook في كراستك يبقى الجمله لو صح هكتب تي الجمله لو خطا هكتب اف سامرز فاميلي اسره سامر ليفز ان اطول بيلدينج ان اطول بيلدينج بتعيش في مبنى عالي طبعا في القطعه كان قايل ان هو ساكن في الدور السادس عشر يبقى ايه ليفز ان اطول بيلدينج يبقى دي صح عايش في مبنى عالي يبقى هنا هكتب تي جملة كده ترو صح طيب تو زير ارنت زير ارنت يعني لا يوجد زير ارنت اني ميني باركس لا يوجد كثير من المنتزهات باركس او الحدائق ان نيويورك في مدينة نيويورك فولس كده الجملة دي خطأ يبقى هكتب هنا اف 3 سامر ليفز فار فروم بيعيش بعيد عن فار فروم بعيد عن ايه؟ ذا هاي لاين اذا كان هو بيقول لك جنب منه وبيتمشى يبقى هنا الجمله دي فولس خطا يبقى هنا هكتب اف. ان ذا باست في الماضي ذا هاي لاين ووز ا رود كان طريق ذا هاي لاين ووز ا رود ده كان طريق يبقى دي ايه؟ ترو صح The high line is two and half kilometers long. يعني الطريق ده كان اتنين كيلو نص. يبقى دي ترو صح. سامر لافز ذا لوكال فود بيحب الطعام المحلي. طبعا يبقى دي ايه؟ ترو صح. يبقى هنا دي تي الجمله دي كانت ترو صح دي فولس خطا فولس ترو ترو ترو. ستوري ستوري يعني قصه ستوري قصه ذا سيلفيش جاينت جاينت يعني عملاق جاينت يعني عملاق اهو موجود قدامنا اهو جاينت ذا سيلفيش سيلفيش يعني اناني العملاق ايه الاناني يبقى سيلفيش معناه اناني لوك ات ذا بيكتشر بص على الصوره وات سيزون ازت ليسن اند ريد تشيك يور انسر هنا بيقول بقى أول حاجة هنقرأ القصة بتتكلم عن عملاق الأنان In a village Village يعني قرية In a village في قرية There lives a giant بيعيش فيها عملاق Who has a wonderful garden حديقة جميلة عنده حديقة إيه جميل In his garden في الحديقة بتاعته There are طول تريز أشجار طويلة بيوتفول وجميلة بيوتفول فلاورز وورد أند سوفت جرين جراس وحشائش خضراء سوفت ناعمة زير آر كالرفول بيردس بيردس يعني طيور كالرفول ملونة سينجينج بتغني إن ذا تريز على الأشجار أند بيز والنحل on the plants على النباتات every afternoon وقت الظهيرة on their way home هم في طريقهم إلى المنزل from school من المدرسة the local children local children الأطفال uh, come to play in the giants garden بيلعبهم في حديقة العملاق the lovely garden الحديقة الجميلة always دايما makes the children happy بتخلي الأطفال إيه؟ happy سعداء but ولكن the selfish giant العملاق الأناني doesn't want to share his garden مش عايز حد يشاركه في الحديقة share يعني شارك فهنا قال لي إيه؟ doesn't want to share his garden مش عايز حد يجي الحديقه دي ولا يلعب فيها so one day ذات يوم he build this bana uh, a big wall big wall wall يعني حائط around it بنا سور around it حوالين الجنين now الان the children never come there to play من الأطفال ما بقوش يجوا يلعبوا تاني. The days passed مع مرور الأيام and the garden is always empty. empty and silent. كان الجنينة بقت دلوقتي إيه؟ empty بقت فارغة ما فيش حد فيها and silent وساكنة ما فيش صوت. Slowly شيئا فشيء the green grass الحشائش الخضراء تيرنز براون بقى لونها بني ذا ليفز ورق الشجر فول فروم ذا تريز وقع من ايه تساقط من الاشجار زين سنو الجليد كفرز ذا جاردن الجليد غطى الايه جاردن الحديقه اند اول ذا بيردس كل الطيور اند بيز والنحل فلاي اواي طار بعيد Spring اللي هو الربيع arrives حل فصل الربيع in the village في القرية but ولكن in the Giant's Garden في حديقة العملاق it is still winter ما زال الشتاء موجود يعني الربيع جه وعند العملاق لسه في شتاء it is still winter ما زال شتاء everything كل شيء is under the snow كل شيء تحت الجليد The giant doesn't understand العملاق مش فاهم Usually his garden نادتا حديقته is beautiful جميله in spring في الربيع what's wrong ايه الخطا then one morning he wakes up and hears صحى وسمع a lovely sound صوت جميل جا منين؟ A little blue bird طائر لونه ازرق وصغير is singing بيغني in a tree على شجره outside ولكن بره مش في الجنينه بتاعته. زين؟ The giant hears سمع another sweet sound سمع برضه صوت جميل صوت ايه؟ children laughing سمع صوت الاطفال وهم بيضحكوا. He looks out of the window بص من الشباك and sees ورأى that the children الأطفال have come back عادوا مرجعوا تاني سرو من خلال a hole. hole يعني فتحة in the garden في فتحة في الحديقة الأطفال دخلوا منهم وول في صور الايه الحديقة now الآن ار they are sitting in the trees دلوقتي هم قاعدين على الأشجار the leaves ورق الشجر on the trees are green again رجع لونه أخضر تاني and the flowers والورد are opening around them والورد the اتفتح حوالين منهم the giant feels so happy ايه دلوقتي العملاق بقى سعيد جدا to see his garden grow again ان حديقته بقت خضرة تاني but in one corner في أحد ركن of the garden من الحديقة أحد أركان الحديقة it is still winter ما زال في شتاء the giant sees a tiny boy tiny boy ولد صغير standing there لا ولد صغير واقف he is too small وصغير جدا to climb up into the tree والصغير مش هيعرف يعدي الفتحة اللي هم دخلوها صاد لي فجأة ذا giant understand فهم everything كل شيء now I know أنا دلوقتي عرفت why spring ليه الربيع didn't come ليه الربيع ما جاش he says he says قال I think it's because I was لأن أنا كنت إيه بقى سيلفيش يعني كنت اناني about my garden he goes out طلع بره and he helps the little boy وساعد الولد الصغير climb up يتسلق into the tree الشجر suddenly فجاه all the leaves كل اوراق الشجر on the tree open and the birds fly uh, up into uh, its branches على الغصون وبقت الطيور تيجي على الاشجار and start uh, to sing وبدات تغني when you are not selfish لما انت ما تبقاش اناني the giant says good things happen حاجات جميله هتحصل لو انت مش اناني هنرتب الجمل على حسب القصه اللي احنا لسه قايلينها 1 موجوده اهي تقول the local children play in the giant's garden every day الأطفال بيلعبوا في حديقة العملاق every day كل يوم العملاق عمل إيه؟ The giant builds a wall بنى سور أو حائط around حول his garden حول الحديقة يبقى دي هتبقى تو The children الأطفال بردس الطيور and the bees والنحل stop coming توقف كل من الأطفال والطيور والنحل coming القدوم to the giant garden ما يروحوا إيه حديقة العملاق بعد ما بنى السور يبقى هنا دي هتبقى سري أهول هول hole. Hole يعني حفرة أو ثقب أهول أبيرز ظهرت حفرة in the garden wall في حديق في جدار الحديقة يبقى دي هتبقى فور سبرينج له الربيع فاينلي اخيرا الربيع كامز تو ذا جاينت جاردن اخيرا وفي النهايه الربيع جه الحديقه مره تانيه يبقى دي اخر حاجه هتبقى فايف دي كده قصه ايه ذا سيلفيش جاينت ذا سيلفيش جاينت يعني العملاق الاناني